تخلد اليوم العصبة المغربية لاتفاق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف ذكرى 68 هذه السنة، بالإضافة إلى اليوم العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل وضع حقوقي متردي في المغرب، خاصة في مجال الحقوق الأساسية، حيث لوحظ أن مجموعة من الحقوق الأساسية تم التراجع عنها، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في السكن، كل الحقوق، ناهيك عن التراجع الذي تم فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. الحركة الحقوقية ستعمل على اتخاذ سنة 2017 سنة للرد على الانتهاكات الممارسة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هاد الوقفة بطبيعة الحال بعد اتفاق ديال واحد المجموعة من الجمعيات الحقوقية والهيئات الحقوقية بالمغرب سنويا كيتم التخليد ديالها من أجل يعني إثارة انتباه المسؤولين على المستوى الوطني وكذلك الرأي العام الدولي، لأن المغرب مجموعة من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، مازال اليوم وقفات ضد الاعتقال السياسي، مازال اليوم وقفات ضد الحقرة، مازال كنشوف واحد المجموعة من المشاهد في بلادنا. إحنا كمغاربة ما كيعجبناش الحال، نعاودوا نشوفوا إحنا جمعيات مواطنة كنطرحوا كذلك بدائل لا على المستوى التشريعي لا على المستوى الإجرائي لا على مستوى تفعيل القوانين اللي على علتها على الأقل راها كاينة، فالمفروض أنه إحنا كجمعيات حقوقية كنطرحوا بدائل للتفعيل ديالها باش بلادنا ما تبقاش تشوف وما تبقاش تعيش نفس المشاهد اللي كنعيشوها دائما.